بداية الموسم نتائج كانت محيرة الأحباء الأحمر والأبيض، واللي يختلف بين الماضي والحاضر هو ضخ المليارات في الهجوم على لاعبين عجزوا على تسجيل هدف وحيد في 3 مباريات. مازال الفريق ما تحطش على السكة الصحيحة، ممكن فما بعض روتوش، فهمتني؟ إن شاء الله اليوم طرح اليوم هو اللي باش تبدا بيه الانطلاقة اليوم تاع نادي الفريق. طرف من الأربيتراج وطرف من الزهر، ونسالتهم الله بسالوه البخت، كل شيء امورنا لاباس، وبقدر تربي توجيه السكور توجيه النتائج. ويكيب مبدله 90% بريسك قريب العشرة ولا 9 جوارات جدد، يعني لونتونت وليزوتوماتيزم تو يجيو بحول الله من ماتش لماتش نتحسنوا ان شاء الله. المواجهه 101 بين النادي الافريقي ومستقبل المرسى في البطوله تنطلق بتكريم المرحوم الصحفي عبد المجيد بن اسماعيل من خلال ابنه من طرف الهيئة المديرة الإفريقي. خالد لموشية وعلي المثلوثي تغيبوا على تشكيلة الإفريقي، كارل ماركس وعبد الكريم النفطي على بنك الاحتياط، جميل خمير ومعتوق وسفيان موسى أبرز متغيبين على تشكيلة جيرار بوشير. نبيل كوكي خير الضغط منذ البداية، سلام القزداوي وعبد المومن جابوا في الهجوم المعاضة من ماهر الحداد، وماكينة الأفارقة تفرض نسق عالي، فرصة أولى من ماهر الحداد، والحارس زياد الجبالي كان أسبق من عبد الكريم جابو. ثم ركنية للنادي الإفريقي، عبد المومن جابو في التنفيذ، رأسية محمد علي اليعقوبي محاذيا للمرمى. الإفريقي ينوع من عملياته الهجومية وتمهيد من عبد المومن جابو، ماهر الحداد يخطئ الشباك. 21 دقيقة جملة كروية تنطلق من سلام القزداوي، 1-2 مع ماهر الحداد، تنتهي برأسية من عبد المومن جابو في شباك زياد الجبالي، وأول هدف يسجله الإفريقي منذ بداية الموسم بعد 291 دقيقة. 1-0 للإفريقي. مستقبل المرسى يتقدم للهجوم، هشام الجبالي يتوغل من اليمين يوزع باتجاه عبد القادر ضو، والتخيل يمنع المستقبل من التعديل. ثم مخالفة ينفذها التواتي، كوامي سدد بالراس في دين حارس الإفريقي. 5 دقائق على نهاية الشوط الأول، الإفريقي كان قريب من إضافة هدف ثاني، عبد المومن جابو يتوغل من اليسار يمد كرة في طبق السلام القزداوي، هدف كلاسيكي يذيع على خط هجوم الإفريقي. وبعد التروماتش اللي فاتوا كان معناها تقريبا مجبور نبيل يلقى الفورميل أخرى، ويظل اليوم قانا على المال الحل، اعطى اكثر فلويديتي في الجو، ولا الحداد اكثر معناها حريه فوق الميدان اكثر، حتى اللاعبين ولاو يوصلوا لبعضهم اكثر، حتى السيطره شفناها في الميدان كان بريسك للنادي الافريقي، بعض فرص نقولوا المستقبل المرسى، لكن النادي الافريقي في المجمل خلق اكثر فرص، تحس اللي احسن برشا من المقابلات اللي فاتوا. شوط ثاني يدخل مستقبل المرسى بقوة، ضغط من المساوي، كرة الهميزي تخرج للركنية، ركنية تتلعب بسرعة، محمد علي اليعقوبي كاد يغلط حارسه في وقت كان يبحث فيه مستقبل المرسى على التعديل. هجوم الإفريقي كان عنده رأي آخر، ماهر الحداد يمد كرة المراد الهذلي من مسافة بعيدة يسكنها في شباك زياد الجبالي، وهدف ثاني ممتاز في 5 دقائق لعب. البونتو في برشا زر ولا صنع؟ خويا انا عندي بقول لك نقول لك ان شاء الله تشوفوا في التلفزه قاصد ولا ماكش قاصد. في سلام طلب من البوتو الكارديان قدم مقدمه ديريكت، هزيت راسي غطيتها كف ديريكت. 2-0 هجوم الافريقي كشر عن انيابه، ماهر الحداد يصبح اول مدافع في الفريق، ضغط كاد ياتي بهدف ثالث، ماهر الحداد يمد كرة لجابو، وتدخل مهدي الورتاني في اخر لحظه. يرجع بعدها مستقبل المرسى للهجوم، مخالفة نفذها نبيل المساوي ما كانتش بعيدة على المرمى. نبيل الكوكي يعوض القصداوي بكارل ماركس، وعبد المومن جابو كان قريب من إضافة هدف ثالث. يتجاوز كومي يخرج وجه لوجه مع الحارس، وكورته على القائم الأيسر. ربع ساعة على نهاية المباراة، مستقبل المرسى يعكس الهجوم، نبيل المساوي يبعد على العيفة، ينجح في مغالطة التخيلي 2-1، والإفريقي يقبل أول هدف في الموسم بعد 345 دقيقة.
يبقى محافظ على كورته ويغالط الحارس عاطف. النسق يرتفع كارل ماركس يخرج وجه لوجه مع الحارس يرفع الكرة بعيدة على المرمى، ثم الضغط من عبد المؤمن جابو يدخل في دفاع المستقبل بين يسر تويتي وكوامي يسقط على الميدان، والحكم سليم بالخواص يأمر مواصلة اللعب. هيجان هجوم الإفريقي ما منعش مستقبل المرسى من البحث على هدف التعادل اللي كان قريب بعد هفوة من محمد علي يعقوبي، إمكانية التعديل تضيع على نبيل المساوي. وأبناء المدرب نبيل الكوكي ينجحوا في تحقيق أول انتصار في الموسم، فهل تكون بداية ربيع الإفريقي في عز الشتاء؟ أونفان الإفريقي ماركي. الحمد لله، الحقيقة راهو قاعدين نجيبوا في فرص حتى في المباريات الأخرى، لكن هذا توفيق من عند ربي. نشوفوا قروان ضربة جزاء ضيعناها، كرة راس شبكة ضيعناها، كيف كيف في جرجيس، كيف كيف سيابي لهنا، توفيق من عند ربي. كيف كيف اليوم شفنا معناتها فرص ضيعناها، لكن هذا الكل توفيق من عند ربي. الحقيقة الأولاد قاموا بفور كبير برشا اليوم ومشكورين عليه. Je suis fatigué. Vous savez que depuis 2012, vous voulez que je vous donne les statistiques. On nous a refusé 14 pénalties. 14 pénalties prouvées par la télé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'invente pas. Et tous les entraîneurs qui vont être dans les équipes comme la Marsa, c'est comme ça. Je peux rien faire. On a le même truc. Il y a le jeune qui fait un tacle, il prend un carton jaune. La même chose. 10 minutes après, c'est la même chose. On prend pas de, ils prennent pas de carton. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok, mais ils méritent leur victoire. Tout le monde est content. Ben ok, tout le monde est content. Ça va, il y a pas de problème. أنا عندي توازوز مواسم مانيش في النادي الإفريقي، فهمتني؟ أنا صحت لبيت النداء في نوفمبر 2005، كيف هكا آخر نوفمبر دخلت أنا وسي كمال يدير. صحيح ديما الأولوية ديما ندخل في ظروف معناتها تلقى بعض الصعوبات. الاتفاق نتاعنا وهذا مدون على أساس أني باش نكون رئيس فرع كرة القدم برتبة مشرف عام على كرة القدم، علاش يقولوا شبان وأكابر. صحيح تشريف كبير نادي إفريقي باش واحد يكون ديما يخدم نادي إفريقي. نادي إفريقي هي عائلتي، هي اللي ربيتني وتربيت فيها.